الزمالك كنت بحترم كل الناس بما فيها النادي الاهلي، وانا في الاهلي بحترم كل الناس واولهم الزمالك، لان انا عمري انا اتربيت في الزمالك ومش اتربيت كمان. اذا نادر السيد زملكاوي. بحب الزمالك طبعا. طبعا. مش اهلاوي. بحب الزمالك وبحترم الاهلي جدا. لا لا بجد، لا اكيد زمالك، اكيد اكيد انا بحب الزمالك. اجابه واضحه واضحه وصريحه. نادر السيد ايه؟ زملكاوي. احنا مش في حزب الوسط يا عم. وسط يا عم. طيب انا بقول لك لكن نادر السيد زملكاوي. طبعا وابنه زملكاوي. وعلى فكره اسلام يعني بص احمد في فريق 13 بس هو ده اختياره على فكره. لا ده اختيار احمد الحقيقة. ماشي ما هو لا مش قصدي والله العظيم. لا لا والله العظيم ابويا يعني كان بيرضعه الزمالك وهو صغير. لا 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 بحلفك بالله العظيم احمد اختياره يعني ربنا يوفقه الله اعلم هيبقى ايه ده قراره في الاخر، بس هو اختياره ان هو يروح الزمالك مش انا يعني. لو قال لي عايز اروح الاهلي هوديه الاهلي، لو قال لي اي مكان يعني، لو قال لي اهلي او زمالك وهو امكانياته وقدراته تساعده ان هو يلعب في الاهلي او في الزمالك انا هوديه. ده خد بالك انا في تربيه الاولادي يعني كلهم بيلعبوا الحمد لله رياضه، سواء كان احمد ولا جودي. رحت الدعوه بتاعتك